بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم راح نكون مع الجزء الثاني أو المحاضرة الثانية من مساق علم الوراثة في الفصل الصيفي. اليوم إن شاء الله راح يكون المحاضرة سهلة ويمكن تقريبا معادة أو أخذت في مساقات غير علم الوراثة. اليوم إن شاء الله راح نتعرف بعد ما تعرفنا في المحاضرة اللي سبقت على إنه الـ DNA كان هو المادة الوراثية، وأن الRNA قد يكون في بعض الأحيان المادة الوراثية، وحسم الجدل لصالح الDNA بدلا من أن يكون البروتين على أن الDNA هي المادة الوراثية. راح نتعرف على تركيبة هذا الDNA والRNA. What is the molecular structure of DNA؟ سؤال بطرح نفسه، شو هو التركيب الجزيئي للDNA؟ DNA والRNA عبارة عن بوليمرز، يعني معقدات، مركبات من أشياء بسيطة متكررة في داخلها. Large molecules that consist of many similar smaller molecules called monomers linked together. البوليمر أكيد مكون من مونومر. هذا المونومر هو عبارة عن اسم عددي، أحاديات. الأحاديات هي عبارة عن النيوكليوتيدز. يبقى تركب الـ DNA والـ RNA من وحدات بنائية صغيرة تسمى النيوكليوتيدز. وإحنا عرفنا إنه النيوكليوتيد هي عبارة عن مجموعة كيميائية أو وحدة بنائية تتركب من ثلاث أجزاء، اللي هو السكر الخماسي والقاعدة النيتروجينية بالإضافة إلى مجموعة الفوسفات. هلا لو إحنا شلنا المجموعة الفوسفات وترك السكر والقاعدة النيتروجينية بصير اسمها نيوكليوسايد وليس نيوكليوتايد. هذا النيوكليوتايد سواء كان DNA أو RNA تعتبر المونومرز اللي منهم بنكون البوليمر اللي هو DNA أو RNA. في الـ DNA والـ RNA هناك في أوجه اختلاف وفي أوجه شبه. أوجه الاختلاف جوهرية. أولاً الـ DNA بسمى دي أوكسي، أي منزوع الأكسجين. من وين منزوع الأكسجين؟ من كربونة رقم 2 برايم اللي موجودة في السكر الخماسي، بينما في الـ RNA يبقى الأكسجين، بمعنى أنه OH على كربونة رقم 2 موجودة في الـ RNA، بينما في الـ DNA ما فيش OH بل موجود هيدروجين فقط لا غير. There are two classes of nitrogenous bases. هناك نوعين أو مجموعتين من القواعد النيتروجينية اللي هي المكون الثاني من النيوكليوتايد، في حالة اسمها بيورين في حالة اسمها بايرميدين. البيورين عبارة عن دبل رينج ستركتشر، بينما البايرميدين سينجل رينج ستركتشر. يعني هذا البيورين عبارة عن حلقتين مدمجتين في مستوى واحد، والبايرميدين عبارة عن حلقة واحدة مكونة من 6 مجموعات أو من 6 ذرات. الآن كل قسم سواء كان بيورين أو بايرميدين في تحتيه أفراد. البيورين عندك أدينين والجوانين، والبايرميدين عندي ثايمين وسايتوسين واليوراسيل. اليوراسيل هذا هو عبارة عن الفارق الثاني ما بين الـ DNA والـ RNA، حيث تجد اليوراسيل بدلا من الثايمين في الـ RNA، ولا تجد اليوراسيل إلا في حالات شاذة وليس ولا تعتبر قاعدة في الـ DNA. يبقى في الـ RNA بتلاقي أدينين إجوانين سايتوسين يوراسيل، والـ DNA أدينين إجوانين سايتوسين and ثايمين. هذا بالنسبة لتركيبة الـ DNA والـ RNA. The carbons and nitrogens of the purine ring are numbered from 1 to 9. البيورين هذولا المكونة من كربون ونيتروجين، عشان هيك سميناها قاعدة نيتروجينية، مكونة من 9 ذرات مختلطة ما بين كربون ونيتروجين، ترقم من 1 إلى 9. ولاحظ أنه الرقم ما بينعطى أي ترميزة معينة، يعني ما بينعطاش برايم مثلا، يعني من 1 إلى 9. لكن تلك الكربونات والنيتروجينات الموجودة في البايرميدين من 1 إلى 6، لأن البيورين عبارة عن حلقتين والبايرميدين حلقة واحدة. Both DNA and RNA contain adenine, guanine, cytosine. القاسم المشترك ما بين الأدينين وبين الـ DNA والـ RNA وجود الأدينين والجوانين والسيتوسين، لكن الثايمين تعتبر فارق ما بين الـ DNA والـ RNA، فتجد الـ DNA في ثايمين لكن الـ RNA لا يوجد فيه ثايمين، واستبدل بذلك بدلا منها اليوراسيل. In DNA and RNA bases are covalently attached to the carbon one of the pentose sugar. هلا هذه القاعدة النيتروجينية مربوطة في السكر الخماسي، وين مربوطة؟ على كربون رقم 1، تمام؟ اللي موجودة وين هذه الكربون رقم 1؟ بالأصح نقول أنها 1 برايم، اللي هي موجودة في السكر الخماسي اللي هو البنتوز شوغر. The purine bases are bonded to at the nine nitrogen. الحين طرف الرابط الثاني اللي موجود في القاعدة النيتروجينية، الطرف الأول موجود في السكر اللي هو كربون رقم 1، الطرف الثاني موجود عند
القاعدة النيتروجينية في الذرة رقم 9 في البيورين، تمام، ورقم 1 في البايرمدين. فبتصير الرابطة للبيورين 1:9 وفي البايرمدين 1:1. The combination of sugar and base is called the nucleoside. الحين السكر مع القاعدة النيتروجينية بدون فوسفات اتفقنا على انه اسمه نيوكليوسايد، ضيف عليه فوسفات بصير اسمه نيوكليوتايد. The phosphatic group is attached to the 5 prime of the sugar in both DNA and RNA. سواء كان DNA أو RNA، المجموعة الثالثة اللي هي المكون تبع النيوكليوتايد اللي هي مجموعة الفوسفات ترتبط في كربون رقم 5، ولا صح نقول 5 برايم. وبالتالي الآن صار عندي المجموعة اكتملت، سكر وقاعدة نيتروجينية وفوسفات، فصار عندي نيوكليوتايد. هذول النيوكليوتايد تعتبر المونومرز تبع تكوين البوليمر سواء كان DNA أو RNA. DNA ممكن أسميه ديوكسينيوكليوتايد، تمام، لو أنت بتحكي عن مين، عن النيوكليوتايد اللي موجودة في DNA. لكن لما تحكي عن النيوكليوتايد اللي موجودة في RNA، رايبونيوكليوتايد، لدلالة إنها وجودها في RNA وليس DNA. A complete list of the names of the bases, nucleosides and the nucleotides are in the table. موجود في تسمية كبيرة أو شاملة وكاملة لكل النيوكليوتايدز باسمها كونها نيوكليوتايد أو نيوكليوسايد سواء كان للDNA أو للRNA. To form polynucleotides of either DNA or RNA, nucleotides are linked together by a covalent bond between the phosphate group of one nucleotide and the carbon of the sugar of another nucleotide. هلا الحين لما تركب انت الدي ان اي والار ان اي من الوحدات المتكرره هذه لازم يكون في بينهم ترابط. هذه الرابطه اسمها فوسفودايستر بوند. ما بين مين ومين تتكون؟ تتكون ما بين الكربون تبعت سكر واحده من النيوكليوتايدز وما بين الفوسفيت اللي موجود في النيوكليوتايد الثانيه. ذا فوسفودايستر بوند عشان هيك اخذت اسم فوسفودايستر بوند، تمام. حتكون الرابطة ما بين فوسفيت في قاعدة نيتروجينية أو في نيوكليوتايد والكربونة في قاعدة نيتروجين في عفوا نيوكليوتايد تانية. The phosphodiester bond وهي الرابطة التساهمية تعتبر نوعا ما رابطة قوية are relatively strong. So the repeated sugar phosphate backbone of DNA and RNA is a stable structure. وكونها الرابطة قوية فبتلاقي إنه الشكل تبع DNA والRNA نوعا ما بيكون ثابت عشان هاي الرابطة. Polynucleotide chains have polarity. الحين لما يكون في عندي سلسلة من القواعد النيتروجينية بكون في إلها polarity أي قطبية. Polarity معناته إنه في طرفين مختلفين عن بعض. Meaning that two ends are different. وهي المقصد إنه في طرفين مختلفين لهاي السلسلة من متعدد النيوكليوتايدز. There is a carbon with a phosphate group on it at one end and a carbon with hydroxyl group on it at the other end. ايش الاختلاف في الطرفين؟ بقول لي الطرف الاول حيكون فيه كربون عليه مجموعه فوسفات، بينما الطرف الثاني مجموعه كربون عليه او عفوا كربونه لكن عليها مجموعه هيدروكسيل او اتش. وهذا المقصد بالبولاريتي. طبعا هذا لهدف، وبذلك طالما في بولاريتي راح تكون عندي طريقه لتسميه هاي السلسله من متعدد النيوكليوتايدز تسمى من 5 برايم to the 3 برايم. شو الفايف برايم؟ هو عبارة عن المكان أو الكربونة اللي ارتبطت عليه مجموعة الفوسفات، والثري برايم هو الكربونة في الطرف الآخر اللي ارتبطت عليها مجموعة الهيدروكسيل، وبذلك تتحقق البولاريتي. طبعا هاي البولاريتي مهمة كثير في علم المولكيولر بيولوجي في الفصل الجاي أو في الفصل الثاني من السنة القادمة إن شاء الله، ممكن إن أنا أعطانا عمر ممكن ندرسكوا إياها. حنعرف إيش الفائدة من هاي البولاريتي وشو دورها في عملية النسخ والترجمة وما إلى ذلك. طبعا هاي شكل الريبوز أو السكر الخماسي سواء كان في الDNA أو في الRNA. على إيدك الشمال عندك الدي أوكسي ريبوز اللي هو موجود في الDNA، وإيدك اليمين في عندك الريبوز شوغر، تمام. طبعا الفارق انه هو وجود او عدم وجود الاكسجين على كربون رقم 2 برايم، زي ما انت ملاحظ انه كل كربون اخذت فوق الرقم في عندك سلاش لتمييزها عن الكربون اللي موجود في القواعد النيتروجينية. طبعا هذه اسماء القواعد النيتروجينية اللي موجودة سواء كان في الDNA او في الRNA، البيورينز والبارامدينز بتركيباتهم الكيميائية. ولاحظ انه الثايمين واليوراسيل في كثير من التشابه ما بينهم باستثناء انه في عندي هان ميثايل جروب. فانت لو عملت دي ميثيليشن للثايمين بصير عندك يوراسيل، لو عملت ميثيليشن يعني اضافة ميثايل لليوراسيل بتصير ثايمين، وبذلك
في they are interchange، يعني بتبدلوا ما بينهم بس بعملية الميثيليشن، سواء كانت ميثيليشن أو دي ميثيليشن. طبعا هاي عبارة عن صورة توضح لك التركيب تبعت القواعد النيتروجينية في متعدد القواعد النيتروجينية، سواء كان دي ان اي او ار ان اي. لاحظ انه في عندي هنا الطرف 5 برايم اند، وفي عندي هنا طرف اسمه 3 برايم اند. لاحظ انه على طرف 5 برايم في عندي فوسفيت جروب، وعلى 3 برايم في عندي او اتش اور هيدروكسيل جروب، وبذلك تتحقق مبدأ البولاريتي، اي وجود اقطاب مختلفة، وهدول لهم دور في عملية الارتباط وعملية النسخ والترجمة بعد ذلك. طبعا هذا الجدول اللي تو ذكرناه اسمها كونها نيوكليوتايد، واسمها بدون الفوسفيت اي انها نيوكليوسايد. طبعا هذا الاشي بين الناس كتير، ولكن تعرف مين هم البيورينز ومين هم البيراميدينز، وشو الفارق ما بينهم، وايش الموجود في الدي ان اي وايش الموجود في الار ان اي. طيب هلا بدنا ندخل في التركيبة الجزيئية للدي ان اي، بما انه هو المادة الوراثية والحافظ للمعلومات اللي بتنتقل من جيل الى جيل. في 1953 في اثنين اشتغلوا على تصور للدي ان اي على شكل ثلاثي الابعاد. طبعا هذا التصور كان مبني على تخمينات علمية، ما كانش ايامها في 53 ما كانش في لا ميكروسكوب الكتروني، ولا كان في تصوير بالاشعة الدقيقة ولا الى ذلك، ولكن كله كان مبني على شغل ناس قبلهم جمعوا اشغالهم وجمعوا تقاريرهم وجمعوا ابحاثهم. هذول الناس كان عندهم تصورات ذكية، وصلوا بالتصور اللي هم وضعوه انهم ياخذوا جائزة نوبل في 1953، وإلى اليومنا هذا يسمى الموديل اللي هم وضعوه باسمهم واتسون اند كريك موديل. The model they advised or devised which fit all the known data of the composition of the DNA molecule is the now famous double helix model for DNA. طبعا معروف باسم double helix model أو واتسون كريك موديل. The determination of the structure of DNA was a momentous occasion in biology, leading directly to our present molecular understanding of life. وهذا التصور اللي هم وضعوه هو أساس فهمنا للشكل تبع الDNA وكيفية التصرف تبعه في داخل الخلية، وكيفية التعديل واستخدام هذه المفاهيم من أجل الهندسة الوراثية. فلهم فضل كبير على الناس اللي بتدرس في علم المولكيولار بيولوجي. At the time of Watson and Crick's work, DNA was known to be composed of nucleotides. كان معروف في وقتهم انه الدي ان اي مكون من هاي النيوكليوتيدز. However it was not known how the nucleotides formed the structure of DNA. ولكن طالما انت عرفت المكون تبع الدي ان اي، هذا لا يعني ان انت تستطيع ان تحدد شكله ثلاثي الابعاد. انت بتعرف انه مكون من نيوكليوتيدز، ولكن لا ما بتعرف شكل، ما بتعرف كيف راح يكون شكله النهائي. Also and Crick thought that understanding of structure of DNA would help determining how DNA acts as the genetic basis for living organisms. هم كانوا بيعتقدوا انه اذا انت فهمت كيف DNA شكله وكيف بيتشكل بالشكل النهائي وكيف بيصل للشكل اللي احنا بنعرفه اللي هو شكل اللولبي او الحلزوني، قد يؤدي الى فهم الكثير من الظواهر الوراثية وكيف ينتقل من جيل الى جيل وكيف يسيطر ويتحكم في وظائف وحياة الخلية. The data they used to help generate their model came primarily from base composition and studies conducted by Aaron Chargaff and X-ray diffraction studies conducted by Rosalind Franklin and Maurice Wilkes. هذول الناس هم اللي اشتغلوا قبلهم. ففي واحد اسمه تشارغاف وهذا وضع قواعد راح ناخذ منها شوي الآن، وروزاليندا فرانكلين هذه كانت عالمة إشعاع وعالمة فيزياء، صورت الـ DNA بصور أشعة ذات أبعاد ثنائية طول وعرض ما قدرت تصوره بالبعد الثالث اللي هو الارتفاع. هذول التنين اشتغلوا على نفس الشغل تبع واتسون وكريك، إنه يوضع تصور للشكل الـ DNA، لكن ما نجحوش يعني أفعالهم أو تجاربهم، وانتهى به المطاف الى الوضع اللي هم وصلوا له. ولكن واتسون وكريك كملوا عليهم واخذوا الشغل تبعهم وجمعوا شوية تخمينات علمية من هان ومن هان، ووضعوا التصور ثلاثي الى بعد اللي احنا بنعرفه الان. في يومها بعد ما حطوا هذا التصور لم يكن يعرفوا
انه هو فعلا هو تصور او الشكل اللي موجود جوات الخليه. وكانت مفاجاه انه تخميناتهم كانت في محلها. طيب الان الشغل تبع تشارغف عباره عن ايش كان بالضبط؟ عباره عن حسابات كيميائيه ونسب رياضيه، من خلالها قدر يعرف قديش لو كان في عندي واحد من النيوكليوتيد انا عارف تركيزه او نسبته في مولكيول من الدي ان اي او مولكيول من النيوكليك اسيد ممكن اجيب الباقي. وبالتالي ليومنا هذا بنعرف الشغل تشارغف بتشارغف رولز، قواعد تشارغف، كيف انا ممكن احسب واحد اذا عرف احسب الباقي او الكل اذا عرفت واحد بس، على عكس المعروف انه اذا عندي ثلاث مجاهيل او عندي عفوا معادلة رياضية فيها مجهول لازم يكون في عندي اطراف معروفة. انا لا، طرف واحد معروف يكفي لي معرفة ثلاث متغيرات مجهولة. By chemical treatment Aaron Chargaff hydrolyzed the DNA of a number of organisms and quantified the purines and pyrimidines released. الآن تجارب هذه ما كانتش على نوع محدد من الكائنات بل شملت كثير من الكائنات اللي في تركيبتها الحمض والمادة الوراثية تبعت DNA. عمل هيدروليسز او كسر الروابط اللي موجوده ما بين هذه النيوكليوتايدز اللي موجوده في الدي ان اي. ايش اللي طلع معاه؟ هذا السادس شو ذات، بينت نتائج شغله انه 50% من القواعد النيتروجينيه هي بيورين، هذه الارقام مهمه، و 50% من القواعد النيتروجينيه المتبقيه بايريميدينز. الاهم من ذلك ذا امونت اوف ادينين واز ايكوال تو ذات اوف ثايمين، كميه الادينين تساوي كميه الثايمين، وتلك الجوانين تساوي كمية السيتوسين. تمام، يبقى هاي معلومتين. أول معلومة الأولى إنه البيورين 50% والبايراميدين 50%. ثاني معلومة إنه الأدينين تساوي كم الثايمين والسيتوسين تساوي الجوانين. هاي معلومتين مهمات قد يأتي عليهم سؤال حسابي. These equivalences have become known as Chargaff rules وتسمى إلى يومنا هذا بقواعد Chargaff. من المعلومتين هذول. In comparisons of DNA from different organisms. هذا الآن لو قارنا DNA من مصادر مختلفة، يعني مثلا من حشرات، من خمائر، من إنسان، من نباتات، هو المادة الوراثية سواء كان نوع الكائن هيك أو هيك أو هيك، نقارن النسب لقى أنه الـ AT ratio is 1، يعني اقسم الأدينين على الثايمين هتلاقي نسبة واحد. إيش معناته النسبة واحد؟ إنه البسط يساوي المقام، اللي هو القاعدة المعلومة الثانية اللي فوق، إنه الأدينين تساوي الثامين سواء إيش كان نوع الكائن الحي. وبرضو نفس الكلام، الجوانين على السيتوسين تساوي واحد، وهو يعني البسط يساوي المقام بمعنى إنه الجوانين يساوي السيتوسين أيا كان نوع الكائن. But the AT-GC ratio typically donated GC varies. إيش اللي كان الفارق ما بين الكائنات المختلفة؟ إنه نسبة الـ AT على الـ GC كانت مختلفة، يعني في كائنات الـ GC عددهم أكبر من عدد مين؟ الـ GC في كائنات أخرى. تمام؟ Because the amount of purines equals the amount of pyrimidines، بسبب القاعدة الأولى اللي حطيناها إنه الـ purine تساوي pyrimidine، فقال إنه الأدينين زائد جوانين وهم إيش؟ purine على السيتوسين زائد الثايمين تساوي واحد. لأن أنت عندك بسط ومقام وعندك معادلة رياضية ويساوي واحد، بإمكانك أنك تعرف واحد إذا يعني عفوا تعرف مجاهيل مختلفة إذا كان بس عندك واحد معروف. هذا كله بسموه تشارغاف رولز. طيب شغل روزاليندا فرانكلين كان مختلف، ليس حسبات أو اكتشافات كيميائية بل كان تصوير إشعاعي. هاي الست كانت تصور الدي ان اي باستخدام جهاز أشعة عالي الدقة، ووجدت انه الدي ان اي كان ياخد شكل له هيك الياف رفيعة جدا. تمام، وصورته وخلت هاي الصورة باسمها إلى. طبعا راح يأتي شكلها هاي الصورة. طبعا باستخدام المعلومات تبعت تشارغاف وروزاليندا، واتسون وكريك حطوا الموديل تبعهم. ايش بقول هذا الموديل؟ واتسون اند كريك يوز سام اوف فرانكلين داتا اند سام انتليجنت جيسز. هاي المنطق او الكلام انه في تخمينات ذكيه ليست من الهوى بل لها اساس علمي. اوف ذير اون تو بيلد ثري دايمنشنال مودلز اوف ذا ستراكشر اوف دي ان اي، عشان يبنوا تصور ثلاثي الابعاد لهذا الدي ان اي.
طبعا في شكل راح يوضح لك شو هو المقصود بالشكل ثلاثي الأبعاد لهذا الـ DNA، ولكن الأهم من ذلك أنك تعرف ما هي بنود هذا الموديل اللي هم وضعوه أو التصور اللي هم وضعوه. التصور أو النقطة الأولى أو البند الأول في الموديل: The DNA molecule consists of two polynucleotide chains wound around each other in a right-handed double helix. إنه هذا الـ DNA molecule مكون من خطين، تمام، أو سلسلتين من النيوكليوتايدز تدور حول أو تلتف حول كل حول الأخرى في نظام سموه right handed، يعني امسك يدك اليمين وخلي الصباع الكبير إلى الأعلى، شو بسموه الإبهام تقريبا، خليه إلى الأعلى، تلاقي الأصابع بتلف باتجاه، تمام، اللي هو باتجاه عقارب الساعة تقريبا، بسموه right handed model. That is viewed in the end from either end. The two strands wind around each other in clockwise right-handed fusion. تمام؟ يعني يدوروا حوالين بعض في نظام يمين يد نظام اليد اليمنى في اتجاه عقارب الساعة. In band الثاني the two chains are anti-parallel. الخطين هدول بيكونوا عكس بعض، يعني عندهم opposite polarity. وعرفنا تو إيش معنات polarity. يعني خيط حيكون من 5 لـ 3 والتاني من 3 لـ 5، وبالتالي حتلاقي الخطين أطرافه مختلف، واحد 5 والتاني عنده 3، والعكس الطرف التاني واحد 5 والتاني 3. هاي المقصد بالأنتي بارالل. البند التالي the sugar phosphate backbones are on the outside of the double helix with the bases oriented toward the central axis. الآن الطبيعة الكيميائية للمكونات الثلاثة للنيوكليوتايد اللي هو السكر والفوسفيت والنيتروجين بيز، الطبيعة الكيميائية تختلف من إيش عنصر الاختلاف، إنه مجموعة منهم كارهة للمية ومجموعة أخرى محبة للماء، وبالتالي كل شيء يحب الآخر يلتقي فيه، وبالتالي السكر والفوسفيت هدول بكونوا الباكبون اللي عزمة الظهر، يعني بكون مواجه للمية لبرا، بينما القواعد النيتروجينة بتكون موجودة بداخل هذا الشكل اللولبي تبع الDNA. ليش؟ لأنه كونهم كارهات للماء، هذه القواعد النيتروجينية، بينما السكر والفوسفيت محبات للماء فتجدهم في الخارج. The bases of both chains are flat structures oriented perpendicular to the long axis of the DNA. الآن القواعد النيتروجينية هذول اللي في السلسلتين يعني بتكون عمودية على محور الدوران وهي مسطحة الشكل وكأنها ورقة، تمام، بتكون عمودية على محور الدوران، بسموها stacking، عاملة stacking، are stacked like pins on top of one another، كأنهم أقلام فوق واحد فوق الثاني، تمام. هاي البنود تبعت هذا الموديل. الآن في تكملات أخرى للبنود، بيقول لي هان the bases in each of the two new polynucleotide chains are bound together by hydrogen bonds. إيش هي طبيعة الروابط الهيدروجينية، طبيعة الروابط عفوا اللي بتربط القواعد في السلسلتين قبل بعض، يعني بين كل واحدة وكل نيوكليوتايد والتانية، تمام، في نفس السلسلة رابطة تساهمية اسمها فوسفوديستر بوند، لكن في السلسلتين المختلفات الرابطة اللي بتمسك من بين بعض، يعني قلنا قاعدة نيتروجينية وقاعدة نيتروجينية قبالها الرابطة اللي بتمسكهم رابطة هيدروجينية، تجد ما بين الأدينين والجوانين، عفوا الأدينين والثايمين، اثنين روابط هيدروجينية، بينما الجوانين والسايتوسين ثلاث روابط هيدروجينية. بعدين أساس الاقتران، إيش اللي بيخلي الأدينين يربط مع الثايمين والإجوانين مع السيتوسين؟ أولا لاحظ إنه الأدينين والثايمين واحد منهم بيورين والتاني بايراميدين، والإجوانين والسيتوسين برضو نفس الكلام، أدين بيورين وبايراميدين. العلاقة اللي بتمس اللي بتخلي الأدينين يمسك مع الثايمين بسموها الكومبليمنتاريتي أو علاقة الإكمال أو الإتمام، واحد شكله يتمم الآخر، تمام، هذا بسموه complementarity base pairing، وهذا المصطلح راح يضل معاكم في علم الجينيتكس وفي علم المولكولار للفصل الجاي. For instance of one chain has the sequence ATTATTCCG، لو افترضنا ان واحد من الخيوط في منطقة فيها هذا السيكونس او هذا الترتيب، فانت على طول تلقائيا بتقدر تخمن مين راح يكون اقباله، التي راح يكون اقبالها A والA اقبالها راح يكونها T والسي اقبالها G والجي اقبالها C وهكذا، فبنكون الخيط الثاني ATAAGGCT، تمام. هذا هو المقصد بالكومبلمنتاريتي، هذا برضو من بنود واتسون اند كريك.
الآن برضو من ضمن البنود، طبعا كل المعلومات هذه اعتمادا على المعلومات اللي أخذوها من الناس اللي قبلهم. بيقول لي هان الفارق ما بين القاعدة النيتروجينية والتانية اللي قبالها 34% نانوميتر، تمام. الآن كل دورة كاملة في الشكل اللولبي بيكون قطرها 3.4 نانوميتر، يعني قطر الحلقة اللولبية هذه قطرها لما تقسم من أولها لآخرها 3.4 نانوميتر. لذلك تجد أنه عدد القواعد النيتروجينية في اللفة الواحدة بيكونوا 10 بيز بير، يعني 10 قواعد نيتروجينية في اللفة الواحدة اللي موجودة ما بين الخيطين هذول. The external diameter of the helix is 2 nanometer. الآن القطر الخارجي هو عبارة عن 2 نانومتر لهذا الهيليكس. Because of the way of the bases bond with each other, the two sugar phosphate backbones of the double helix are not equally spaced from one another along the helical axis. الآن بقول لي بما إنه شكل السكر والفوسفيد اللي هي بتكون في الخارج التباعد ما بينها بيكونش كتير متقارب، وبالتالي بتلاقي إنه على طول الـ DNA بتلاقي فيه تجويفات ليست متشابهة أو متساوية الحجم. هذا بيعطيني شكلين متكررين، فجوة عميقة وفجوة سطحية. الفجوة العميقة بسموها الميجر جروف أو التجويف العميق، بينما الفجوة الداخل البسيطة هذه بسموها الماينور جروف أو التجويف البسيط. The edges of the base pairs are exposed within the groove and both grooves are large enough to allow particular protein molecules to make contact with the bases. طبعا هذول التجويفات سواء كان المينور جروف او المينجر جروف لم تخلق عبثا، بل خلقت لكي تتفاعل معها بروتينات، ترتبط فيها بروتينات خاصه من اجل التحكم في شكل الدي ان اي، انه يسكر او انه يفتح. هذا كله حتاخذوه في علم الموليكولار وكيفيه ترتيب وعمل اورجانيزيشن للDNA في داخل الخلية. For these discoveries concerning the molecular structure of nucleic acids and its significance for information transfer in living material، هذول الناس أخذوا جائزة نوبل على شغلهم في 1962. طبعا هذا الإنجاز يحسب لهم ليومنا، هذا هو الفضل لهم في الكثير من التكنيكس اللي العالم بيشتغل عليها. هذا الأستاذ فرانكلين وهذا الأستاذ واتسون اللي على الشمال. طبعا هاي الأرقام والنسب مش كثير بتهمني، ولكن هي ملبية أو مطابقة أو متوافقة مع قواعد تشارغاف اللي احنا سبق وذكر. هذا الأخت روزاليندا فرانكلين، وهي صورة الدي ان اي بالإكس راي ديفراكشن باترن. طبعا هدول من الناس اللي اشتغلت قبل واتسون وكريك. طبعا هاي التركيبة اللي احنا تو شرحناها، الابعاد، الفجوات، قديش في عندي قطر وقديش في عندي لفات، وهاي الميجر جروف وهاي المينور اند سو اون، وهي البنود تبعت الواتسون كريك موديل، روابط تنتين ما بين الاي والتي وثلاثه ما بين الجي والسي، وان القواعد النيتروجينيه بتكون للداخل والسكر والفوسفات بيكون للخارج، وذلك لاختلاف طبيعتهم الكيميائيه من ناحيه حبهم وكرههم للم. طيب هل يا ترى انه الدي ان اي والار ان اي هذول لهم اشكال مختلفه؟ نعم لهم اشكال مختلفه. نحكي عن الدي ان اي بالتحديد، بقولي انه العلماء تبين لهم انه في انواع مختلفة من الدي ان اي. الى يومنا هذا بنعرف ثلاث انواع: A دي ان اي، B دي ان اي، and Z دي ان اي. انت لما بتقرأ مقال او بتسمع فيديو تعليمي او بكون في نقاش عن الدي ان اي، تأكد تماما انه المقصود من الانواع الثلاثة هذول هو البي فورم. الاي فورم والزد فورم هذول وجودهم بكون مرهون بحالات معينة. X-ray crystallographic analysis of DNA fibers identified A DNA and B DNA both of which are right-handed. الآن الـ A والـ B والـ Z في قواسم مشتركة وفي أوجه اختلاف. الـ A والـ B قاسم مشترك ما بينهم إنهم right-handed، وفي أرقام إنه 10 base pair و 11 base pair، قديش في كل لفة، عدد النيوكليوتايدز بيختلف ما بين هنا وهنا.
لكن بدك تعرف انه الاي فورم هذا موجود لما يكون في عندي في الخليه نقص في تركيز الميه, low humidity conditions. تمام, هاي اللي يميز الاي او يجعل الاي دي ان اي موجود. كان في عندي كمان ايضا في شويه فروقات في الميجر جروف والمينر جروف, بتلاقي في واحده يعني اعمق من الشكل المعهود في البي فورم. بي فورم دي ان اي forms under conditions of high humidity and is the structure that most closely corresponds to that of the DNA in the cell. هو الشكل المعهود او المعروف بالنسبه للدي ان اي اللي بينحكى عنه دائما هو البي فورم. طيب بي دي ان اي double helix is thinner and longer than the A DNA for the same number of base pairs with a wide major groove and a narrow minor groove. يعني هاي التفاصيل مش كثير بدنا تهمنا, ولكن تعرف انه البي فورم بتلاقي الميجر جروب والمينور جروب بتختلف عن الاي فورم. دي ان اي وذ الترناتنج بيورين اند بايرامدين بيز كان اورجنايز انتو ليفت هاندد از ويل از رايت هاندد هيليسز. الان احنا حكينا عن الاي والبي, زد ما ذكرناهوش, ولكن الان ياتي دوره. بقول لك انه الشكل تبع الزد فورم دي ان اي يخالف اللي سبقه في انه ليفت هاندد. هاي اوجه الشبه او اوجه الاختلاف الاول. The left handed helix has a zigzag arrangement of sugar phosphate backbone. عشان هيك اخذ الزد فورم او اسم زد فورم دي ان اي, لانه شكل السكر والفوسفات اللي هي عدم الظهر او الشكل الخارجي تبعه كانه زيجزاج. زد دي ان اي has 12 base pair per complete helical turn. عدد النيوكليوتايدز في اللفة الواحدة في الزد فورم 12 بدل ما كان 10 أو 11 للأي والبي فورم. The Z DNA helix is thin and elongated, أرفع وأطول من الأي والبي. تمام, DNA in the cell is DNA in the cell is in solution which is a different state from the DNA used in X-ray crystallographic experiments. الآن أنت لا تتخيل أنه DNA اللي موجود في داخل الخلية هو نفس الدي ان اي اللي موجود في داخل المحلول اللي بيستخدم في التصوير ايام روزاليندا فرانكلين. لا, شويه صار شويه في اختلاف في تركيز المحلول, وبالتالي بتلاقي شكل الدي ان اي نوعا ما اختلف عن المعهود اللي موجود جوات الخليه. Experiments have shown that DNA in solution has 10.5 base pair per 10 which is a little less twisted than BDNA. الان ايش الاختلاف؟ انه عدد اللفات بده يحتوي عدد اكبر شويه بسيطه, يعني نص نيوكليوتيد. طبعا هذا النص شيء نظري وليس منطق, ما بهمناش كثير, ولكن انت تعرف انه خروجه من الخليه ادى الى انه شكله يتغير ولو كان شيء يسير. طبعا هاي هي اشكال الدي ان اي اللي احنا ذكرناها, الاي فورم البي فورم اند زد فورم. لاحظ انه الاي فورم هذا بيكون ان لو هيوميديتي كونديشنز ويكون اخمل او اسمك وأقصر من مين؟ من البي فورم اللي هو الشكل المتعارف أو المعهود. لاحظ إنه الميجر جروف والمينور جروف تختلف عن الميجر جروف والمينور جروف في البي فورم, وأيضا إنه الزد فورم يخالف الأي والبي في كونه زيجزاج. الشكل الخارجي تبع الشجر والفوسفات بيكون إنه زيجزاج شيء, وعشان هيك أخذ اسم زد فورم دي ان اي. الآن تحكي عن الار ان اي اللي هو الحمض النووي الثاني اللي مش دائما ممكن يكون هو المادة الوراثية الأساسية. في الغالب الكائنات المادة الوراثية الأساسية هي الدي ان اي, لكن هذا لا يمنع كون الار ان اي يكون مادة وراثية أساسية في بعض الفيروسات زي الريترو فيروسز. تمام, يعني مش كل كائن في الدنيا لازم يكون الدي ان اي هو المادة الوراثية الأساسية والار ان اي مساعد. لا, قد يكون الار ان اي هو المادة الوراثية الأساسية. RNA is a molecular similar to DNA, شكله جزيئيا يشبه ذلك اللي موجود في الدي ان اي, ولكن في شوية فروقات جوهرية. Differing in having ribose as the sugar rather than deoxyribose. أول فارق انه السكر الخماسي هو ريبوز بدلا من deoxyribose, يعني الأكسجين موجودة. Uracil بدلا من الثيمين. In the cell, the functional forms of RNA such as messenger RNA, transfer RNA, ribosomal RNA, small nuclear RNA, and micro RNA are single-stranded molecules. هذا فارق تاني, إنه
ال RNA في غالب شكله بكون single stranded، لكن في ال DNA double stranded، لكن لا يمنع وجود بعض من المناطق في ال RNA تكون double stranded. However these molecules are not stiff، ليست زي ما بقول منغلقة وجامدة، يعني بمعنى آخر فيها شوية ليونة، تمام، لها حرية التشكل بأشكال مختلفة. linear rods rather with wherever bases can pair together they will do so. إن تركت الفرصة أو سمحت الفرصة لأن تقترن القواعد المتكاملة الـ A مع الـ T والـ G مع الـ C، بس إذا بتحكي عن الـ RNA الـ A مع الـ U والـ G مع الـ C سوف تقترن وتأخذ بذلك أشكال مختلفة، يبقى في ليونة في التشكل، ليس زي الـ DNA اللي هو الدبل هيليكس الثابت هذا اللي بيتغيرش. This means that the single stranded RNA molecule will fold up on itself to produce regions of anti-parallel double stranded RNA separated by segments of unpaired RNA. This configuration is called the secondary structure of the molecule. طبعا هاي الفرصة تبعت الاقتران ما بين أجزاء متكاملة في الـ RNA لو كان single stranded حتجعل الـ RNA يستطيع أن يكون مناطق معينة تكون double stranded و anti parallel، ونفس الموديل أو نفس الكلام تبع الكومبلمنتاريتي، الـ A يقبله U والـ G يقبله C ونسبة كذا مع كذا، وإنه روابط هيدروجينية بعدد ثلاثة ما بين الـ G والـ C وعدد تنتين ما بين الـ A والـ U والكلام هذا بسموه secondary structure of RNA. طبعا الـ RNA أشكال وأنواع وعددهم أكثر من اللي موجود هان، وكل واحد له شغل وله دور، أهمهم حاليا اللي عليه أبحاث كتيرة اللي هو المايكرو RNA، يتبين انه له دور كثير مهم في الجين اكسبريشن اند كنترول اور ريجوليشن اوف كاركترستكس اوف سم انديفيدجوالز. single stranded RNA and double stranded RNA molecules are the genomes of certain viruses. سواء كان single strand RNA او double strand هو عبارة عن المادة الوراثية الاساسية في بعض الفيروسات. يبقى هنا ننفي كون الـ DNA المادة الوراثية المطلقة لكل الكائنات، بل في شوية من التنوع. double strand RNA has a structure similar to that of double strand DNA. لو كان الـ DNA الـ RNA double stranded فإنه شكله قريب من ذلك المعهود للـ DNA. with anti-parallel strands, sugar phosphate backbones on the outside of the helical molecule and complementarity base pair formed by hydrogen bonding in the middle of the helix. يعني وين وجه التشابه؟ إنه بكونوا anti-parallel، وإنه الخطين بكون السكر والفوسفات لبرا والقواعد النيتروجينية لجوا، وان الـ A مع الـ U والـ G مع الـ C والكلام هذا بنفس القواعد اللي موجودة للـ DNA. الآن راح نفوت في الـ Organization of DNA in Chromosomes، وهذا نتركه للجزئية اللي جاية إن شاء الله رب العالمين. فهي من انتهينا هنا، حنبلش من عند المرة الجاية كيف حنرتب هذا الجينوم أو هذا الـ DNA جوات خلية لا ترى بالعين المجردة. DNA طوله في خلية الإنسان تقريبا أو يقارب الـ 2 متر. كيف الـ 2 متر هذول بيدخلوا جوات نواة لا ترى بالعين المجردة، جوات خلية لا ترى بالعين المجردة، كيف بصير لهم organization على هيئة كروموسومز؟ هذا هو موضوع المحاضرة الجاية.